البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركته علينا أمين. لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واسمهم الذين يحجزون الحق بالاسم، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته، حتى إنهم بلا عذر، لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء، وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى، والطيور والدواب والزحافات. لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد. آمين. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي. آمين. الكاس لكم. فصل من رسالة معلمنا يهوذا الرسول، بركته علينا أمين. يهوذا عبد يسوع المسيح وأخو يعقوب، إلى المحبوبين في الله الآب، المحفوظين والمدعوين ليسوع المسيح، لتكثر لكم الرحمة والسلام والمحبة أيها الأحباء. إذ كنت أصنع كل الجهد لأكتب إليكم عن خلاصكم جميعا، اضطررت أن أكتب إليكم واعظا أن تجاهدوا في الإيمان المسلم مرة لكم أيها القديسون، لأنه قد اختلط بنا أناس خلسة قد سبق فكتب عنهم لهذه الدينونة، منافقون يغيرون نعمة ربنا إلى النجاسة، وينكرون السيد الوحيد ربنا يسوع المسيح. فأريد أن أذكركم، ولو علمتم كل شيء، أن يسوع في المرة الأولى خلص شعبه من أرض مصر، وفي المرة الثانية أهلك الذين لم يؤمنوا به والملائكة الذين لم يحفظوا رئاستهم، بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بأغلال أزلية تحت الظلمة، كما أن سدوم وعمورة والمدن التي حولهما ازنت مثلهما ومضت وراء جسد آخر، جعلت مثالا مكابدة عقاب نار أبدية. وكذلك هؤلاء أيضا المحتلمون ينجسون جسدهم ويحتقرون السيادة ويفترون على الأمجاد، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يصنع مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. الإبراكسيس. فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا، الذي يترجم ابن الوعظ، وهو لاوي قبرصي الجنس، إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل، ورجل اسمه حنانية وامرأته سفيرة باع ملكا واختلس من الثمن، وامرأته لها خبر ذلك،
وأتى بجزء ووضعه عند أرجل الرسل. فقال بطرس: يا حنانية، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟ أليس وهو باقي كان يبقى لك؟ ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ومات، وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك. فنهض الأحداث ولفوه وحملوه خارجا ودفنوه. ثم حدث بعد مدة نحو 3 ساعات أن امرأته دخلت وليس لها خبر ما جرى. فأجابها بطرس: قولي لي، أبهذا المقدار بعتما الحقل؟ فقالت: نعم بهذا المقدار. فقال لها بطرس: ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هوذا أرجل الذين دفنوا رجلك على الباب وسيحملونك خارجا. فوقعت في الحال عند رجليه وماتت. فدخل الشباب ووجدوها ميتة، فحملوها خارجا ودفنوها بجانب رجلها. فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. النهاردة يا حبايبي 20 أمشير، أحسن الرب انقضاؤه ويعيده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. آمين. زي النهاردة من سنة 95 للشهداء اللي بتوافق 379 ميلادية، تنيح القديس البابا بطرس الثاني البطريرك 21 من بطاركة الكرازة المرقسية. قدسنا اتولد في مدينة الإسكندرية وكان تلميذ للبابا أثناسيوس الرسولي، وتعلم منه حياة القداسة والعلوم الكنسية. ولما معلمه شافه ينمو في الفضائل الروحية رسمه كاهن، وبعدين رسمه أسقف باسم الأنبا بطرس وأرسله إلى سوريا علشان يساعد القديس باسيليوس الكبير في مقاومة بدع وهرطقات، يعني تعاليم خاطئة في الإيمان والعقيدة لأنها كانت منتشرة هناك. ولما شعر البابا أثناسيوس بقرب نياحته قال إن اللي هيكون بطريرك بعده هو الأنبا بطرس تلميذه. ولما تنيح البابا أثناسيوس الرسولي تم ترشيحه للبطريركية لأنه كان على درجة كبيرة من الفضيلة والعلم والدفاع عن العقيدة الأرثوذكسية، وفعلا أصبح البابا بطرس الثاني هو البطريرك 21، وجاهد كتير ضد الأريوسيين زي ما تعلم من معلمه البابا أثناسيوس الرسولي، وقابل شدائد صعبة لدرجة إنهم حاولوا يقتلوه كتير فاختفى عنهم 2 سنين. لقوها فرصة وأقاموا بطريرك من عندهم، وطبعا ده غير شرعي، يعني لا يعتبر بطريرك، لكن الشعب رفضوا بشدة ورجعوا البابا بطرس تاني الكرسي. ولما كمل طريق جهاده
ضد الأريوسيين، وأكمل سعيه الصالح، تنيح بسلام. بركة صلواته تكون معانا، أمين. وكمان زي النهاردة شهادة القديسين باسيليوس وثيودوروس وتيموثاوس بمدينة الإسكندرية، بركة صلواتهم فلتكن معنا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا، أمين. قدموا للرب يا أبناء الله، قدموا للرب مجدا وعزان، قدموا للرب مجد اسمه. اسجدوا للرب في زينة مقدسة، هللويا. مبارك هو الآتي باسم الرب، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي، الذي له المجد الدائم إلى الأبد، آمين. وقال لهم أيضا مثلا، في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يملى، قائلا: كان في مدينة قاض لا يخاف الله ولا يهاب إنسانا، وكان في تلك المدينة أرملة، وكانت تأتي إليه قائلة: أنصفني من خصمي، وكان لا يشاء إلى زمان. ولكن بعد ذلك قال في نفسه: وإن كنت لا أخاف الله ولا أهاب إنسانا، فإني لأجلي أن هذه الأرملة تزعجني أنصفها لئلا تأتي دائما فتقمعني. وقال الرب: اسمعوا ما يقول قاضي الظلم، أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعا، ولكن متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ والمجد لله دائم.